أنا زهقت بقى والله العظيم زهقت، كل يوم مذاكرة مذاكرة. الواد ده جاب لي صرع، ويا ريت في حد حاسس ولا مقدر. بذمتك أنت مش مكسوفة من نفسك؟ يعني دي مذاكرة دي؟ ده كلام عيال يا بنتي. والله؟ طب إيه رأيك إن أنا من النهاردة مش مذاكرة له خالص؟ وريني بقى شطارتك يا عم نيوتن. شطارتي؟ ليه إن شاء الله؟ وأنا هدرب ألمانيا في كأس العالم؟ مالها؟ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ستي. يا سلام، خمس دقايق وحصلك. هي شغلانة. آدم حبيبي، يلا احنا نشيل بقى الكلام ده، ها، ونقعد بقى نحل الواجب مع بعض انا وانت مع بابا، ونكيد العوازل كده في خمس دقايق، ونقوم بقى مع بعض نتفرج على ابراهيم الابيض ونهيص. يلا شوية. لا يلا بينا، يلا دلوقتي كمان شويه عشان بفكر في حاجه بس. لا الف سلامه، مفيش تفكير يا حبيبي في السن ده. يلا انت اللي هتعمل معايا الواجب ده اذا ما كانش يضايقك. طب انا عايز اكل. ادم انت بقك ملح والصلصه من رابع طبق مكرونه اكلته النهارده. يلا بينا. قصدي عطشان. ادم الميه هي يا حبيبي، اشرب ويلا. انا عايز عصير كيوي. عصير كيوي؟ لا ده بص يا حبيبي، ان شاء الله بقى في المصيف في السنه الجايه واحنا بنصيف في تايلاند زي كل سنه نبقى نجيب لك عصير كيوي. ممكن بقى نرش ميه يلا ونشوف شغلنا ورانا ايه. عايز اعمل بيبي. اعمل بيبي يا ادم. لا خلاص روح، كتر خيرها. يلا بينا. لا لا رجع تاني رجع تاني. ادم حبيبي امسك نفسك خمس دقايق نخلص الهوم ورك وتعمل اللي انت عايزه. طب اروح اتوضب. تتوضب؟ اتوضب. تتوضب ازاي؟ ايه تتوضب؟ اتوضب عشان اصلي العشاء. الله اكبر، هتصلي العشاء الساعه 2 الظهر؟ حبيبي انت كل ما تتزنق تشهر اسلامك؟ ده على اساس ان انا هعيط وجسمي اشعر والكتاب يتهز في ايدي والادام بيدن وكده. ادم ممكن يا حبيبي نشوف ورانا ايه علشان نخلص؟ متصدع. ايه؟ متصدع. متصدع؟ طيب يا حاج ان شاء الله كمان يومين كده نروح نجيب نتيجه التحاليل ونطمن على راسك وعلى صحتك كلها. ممكن بقى نبتدي نعمل الهوم ورك. طيب انا خدت واجب عربي. ممتاز. خدنا ايه في العربي؟ الجمله الاسميه والجمله الفعليه. هايل ابني حبيبي، يلا اقرا. يعالج الطبيب المرضى. الله الله، حلو جدا. ممكن بقى تقول لي دي فعليه ولا اسميه؟ فعلية فعلية. الله يعيني عليك يا حبيب قلبي، تقدر تحولها لي الجملة اسمية يا رافع راس أبوك؟ الطبيب يعالج المرضى. يا مدلعني، أهو أهو هو الواد لوحده وماشي زي السكينة في الزبدة. يا حبيبي يا حبيبي، يلا بقى حول لي دي بقى الجملة اسمية واكتبها. أكتبها؟ أكتبها ليه؟ هو الواجب إنك تحول الجملة من فعلية لإسمية. يلا. ما هي هي يا حبيبي، هي هي بس دي فعليه ودي اسميه. بس المرضى بيتعالجوا في الحالتين. يا حبيبي ربنا يشفي الجميع، لكن الواجب انك تحولها من جمله فعليه لجمله اسميه. ليه؟ طب ايه الفرق؟ يا حبيبي هو الواجب كده، حول الجمله الفعليه لجمله اسميه واكتبها. حل الواجب، الواجب حله، ما تجيبليش البواسير، البواسير ما تجيبليش. ايه سنانك تلخلخ؟ هاخلع معاك. تخلع ايه وتعمل ايه في سنانك يا ابني؟ يا ابني اقعد. لا انت عايز اروح المستشفى واعمل عمليه في سناني وبوديكم في المستشفيات. انا اللي اروح المستشفى انا ويجي لي الضغط، انا الساهل. اقعد انت هنا يا حنان يا حنان. اكتب ورايا يا ادم يا حبيبي. الام تصنع المعجزات، تصنع الام المعجزات. المعجزات بالته مش بالطه يا عسل. هتحتاجي حاجة تانية يا حبيبتي؟ هروح أنا أنشر الغسيل. الله يكمكم.